نريد بيوتي تصدمهم وقمر طائت وجه رسالة قوية. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية مع الجميلة نارين بيوتي التي تفاعلت اليوم بمجموعة من الستوريات مع أخواتها على الإنستغرام، وعلقت نارين على إحدى هذه الستوريات ب حد يفهمني شو هالنشاط اللي دابب بعيلة البيوتي اليوم. وأيضا نارين بيوتي ارتدت أكثر تيشيرت يذكر المتابعين بغيت مروان وموفلوكس. من جهة أخرى قمر طائي أكدت أنه يوجد في حياتها أشخاص منافقين وعندهم وشين، فمن تقصد قمر طائي بكلامها؟ هل نورمال، لانا محمد أم الفنان السلاوي؟ رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ ما بينافق محترم وما عنده وشين، يعني أنا هاي أهم شغلة عندي صراحة، أنا شخص يكون بوش واحد، لأنه كثير في بحياتي أشخاص بوشين صراحة، بوشاش كثير مو وشين كده. حياتي كلنا But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time